الكرام، نلتقي مع الدرس 22 من دروس فقه الأسرة، يثمثن الدرس 22 للدروس المسلسلة فقه الأسرة. تعريف الحضانة. الحضانة يثمثن في نقطة مزواروث نناد كلمة الحضن، المعنى يس الجنب، مرادي نظ الفلاني ضم فلان إلى حضنه إلى جنبه، مرثي دجمع كارورس أسيفك الدفء أسيفك الحنان، مي مرقزة مقران هذا أفذان قران، ما إلا سوسيس ديوث المصيفة ذلموث نغشو سيضران شيني ما تفضكنا كارورك أتسند سيدمارنيك يرتاح، أستفقد النوع من الدفء، أستفقد ضيوث الحنان، أستفقد ضيوث القوة، يعني ذي مقرن نحو جيت. وما أدرك ذا مشطوح، ذا مشطوح أما يموث فافاس أما البايد فافاس فراغي ماس إلى آخره، تجين بعد التفاصيل بعد إن شاء الله. المهم كلمة الحضن أو الحضانة مشتقة من كلمة الحضن، والحضن معناه الجنب. من حيث الاصطلاح، اصطلاح مركينين الفلاني يحضن الفلاني، المعنى يس يبويثي دي جماعي فيد باش أثي ربي، باش أثي حافظ الصحايس، أما الصحة يعني الجسد ينس الكوتي فيزيك الكوتي مورال، خطر الصحة يثمثن ميم ذي لا ديفينيسيون بس المنظمة الصحة العالمية روح قرون، يعني باش يوضم ذانا ديفك لا ديفينيسيون الصحان إلى سونتي الصحة، غير هنا منظمة الصحة العالمية في الناد لا ديفينيسيون الصحة ماشي الكوتي فيزيك. سمحت لي ثمان دفتر ديون الله يبارك ذا ذرار ما شاء الله اشين فلاني ذي الغول وريها الكتاولة وريسها لطنسيون وريسها اليونسير ذي الحيض الخير اربح. نعم ذي الصح فين الحمد لله صح. زيد الكوتي مورال سي كيف راه لكن انا نورمال الصلاة ما نصليش رمضان تصوم غاره الزكاة خضيغ عشر تشير سوير بيان خدمه وكذا الناس يوثيكو وقول اما شرعا اما عرفا اما حتى ذي اما كدين صور ذي منظمة الصحة العالمية ثنيك الصحة تجمع الكوتي مورال وذي الكوتي فيزيك ما دين مورال يعني الكوتي بسيشيك الكوتي الاخلاق نصرف كان الروح جانب الروحي سي بور سا ساقي مسنون مسنادين مثلا ظاهرة السويسيد أتفضيون أنشت الحيض الله الله إن غيمانيس أي غارو للصحارة ومخلوقاكي صوف دير الكوتي موراليس مهرود الديتروي جسديا الفيزيكينيس يجهد ولكن الروحي ستايا تنفسيتي ستالرز سي بور سا يكملي مانيس إن غيمانيس ألورا مرديني الحضانة ذي الشريعة نغ الفقهاء فكان ذي الليد دي طايث مسالتاقية سيزيش وزيش أسميد شرح النصوص ننفيس لاريس الأحاديث النبوية الصحيحة فكان ذي المفهوم الحقيقي للصحة إنيك أقشيشة مشطوح نغثاق شيشة مشطوح مالا نحافظ في الصحيس ماشي الكوتي فيزيك كان ميم الكوتي مورال الجانب المعنوي والجانب الصحي الجانب الجسدي وكذلك أين يعنان الجانب التعليمي إما إلا يوان تحفظ في الصحيس توفابيا ما شاء الله تربط ولكن القرايان تهملت ذا خطي الشريعة تناد الحضانة ثعنا ترفقا ثعنا المحافظة على الصحة الصحة في جانبها المعنوي في جانبها المادي ثعنا التعليم مما يعنان ثموسني ما يعنان العلم تقي لا ديفينيسيون تقي التعريف الحضانة حاجة أخرى تجور قلاغذية ذي التعريف الحضانة الشرع يفكتي ثلاوين أكثر ثلاوين أكثر أي غار سبحان الذي خلق خطر ثلا أقشيشة مشطوح أقشيشة مشطوح حواج حواج اللد وحواج نيسين صفرة مقران حواج نيسين الشفاقة ثم قران حواج الرعاية ثم قران تمشي يونواسن غيومين أقولنا شهرين خاطي سنوات وسنوات وكزمر هذه الصفرة كل مرة قيث مثلا ذي رقزنا سلاوي
خطر هي دي الشرع مرد يخدم الأحكام ينس يتولي المصلحة بمذان أما ذي الدنيا ما ذي الأخر أما نحصات أموت نحصيارة نكون في الزمان كني بولكو الحاضنة في الشرع ثلاوين الأم بعد ما ولاش الأم يمس نتسات أم الأم ولاش يمس نتسات يخالتي سبرش يعني ولتمس نتمطوث ميما ولاش أسينا ندلنا نرقازم إن استمسلتاقي الشرع يفكى القيمة أكثر إما أكثر أرثولاوين بارسكو ذني ثنتي إقسان لي كاباسيتي ساعات لي كاباسيتي خير النغ سمح لي وقال يجوجن ساعات الدريا أقشيش ما يتسولو ثقياض ساعات الكوراجة تصبراض ممكن ساعة ساعتين ممكن إذا ما سنضفها سكيم ولا زرعي مروحا كين جي ترونكيل نيته نورمال أكنا رد ديكو قشيشي ترو ذي مسرا ديكو نسام زواروث شيء عجيب ذا قليل من عالم آخر زنتات إقسان الشفاقة أكثر إقسان الرحمة أكثر إقسان الحنان أكثر إقسان الصبر أكثر باش تصبر تربي ميس في جميع الوضعيات أما زدي أما يومس أكرمكم الله أما يوظن يهلك أما يصحى أما يفرح أما يحزن في جميع الظروف سي بورسا تيمات ساعة رواكار في الوالدي في الأب لا ينتظرها من في صلاة الله سلامة من ذي سغر سيوان إن يسنوى من أحق الناس بصحابة رسول الله إن يس أمك ذي ماشيك زوارا إن يس ثم من أنوى عن بعد أنوى إن يس ذي ماش ويسلاثة ذي الأم ويصار ضعا إن يس دبابك صافي ترواكار الأم 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 بعد اس الأب الأب بسعة أنكار في صار ضعا الأم ساعة ترواكار ثلث أربعة برستو ما كاد سعى الواجبات أكثر هذا ثانيا حكمها هذه الشريعة واجبة واجبة خطر لنت الأحكام الشرعية إلا الإباحة حكم الإباحة حكم الوجوب حكم الندب الاستحباب حكم الكراهة حكم الحرمة تيجي من قال الأحكام الشرعية الأحكام الحكم الشرعي انتاع الحضانة أسين واجبة زرمي يغار خطر قشيش نثق شيش نزيث حواجن ولا ثني رفذن ولا ثني عانين ولا ثني ربين لو كان ثنج أثنهمن أضاعن سي بوس ذاكي قرص العلماء جريمة الإحجام انتر بارونتاز مثل ولا ذاك شيش مشطوح غاس ماشي ذميه أذي غرق نغ أذي رغ إثمس إلا قد سيرضى فوس نخاطين زمصن كني خاطيني ماشي ذمي مانيش ريسبونسابل أبا ثاقي جريمة جماعة الخير إلا أنت جرائم الإقدام باش يون ذن تسري يقدمن باش هذي يخدم يعني أنكرين جريمة نغ جريمة الإحجام أتوالي ذاق الشيشة مشطوح إلحو باش هذي رغن غادي يمث أتجض إلحو غارت ماشينت غلكار سافريد القدرون إلى آخره ألو رايث مثل راك مسؤول كلكم راعٍ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل راعٍ مسؤول عن رعيته سي بوسا العلماء كان أحكام اللقيط اللقيط بعيد الشريون ديا فيون حاجكم حاجة قدركم في لابوبال أمثورة مالوريزمو لانت لي ميرسي لي باتير لاني مذان تلقار مدريانسن الكفردان دوث قنطار نورمال حكي غون ديون واسع أعتقد يوني فدق قشيشة مشطوحة يسعى مين با يومين ثلاث أيام زدت الروضة وكاميون الربعة نصبح جنت ذينا قال فافو كاميون زراني كاميون تنكر نزيه أذيش على موتور الطلام أذي الدمارين أثينا وفرات باش لا كونسيونس زعما بوينا نغنتينا ونزراو ثي جان الله أعلم أسين ماشي كيتينا غدا كاميون مي سبحان الله وسي بغار ربي سي اختبار ربي الموت المي يوالا مخلوقة كي فافو كاميون يوالا حاجة تحرك زدت الروضة وكاميونيس تحركها كشوية يقرب الغرس يفاتين ذاقشيش وما زالت الحي الحمد لله ذاقشيش تقي غرس حوالي 5 سنوات ما زالوا لي مثال شوف قضاء الله وقدره مع انتاج معة الخير يولم يولاث راه مسؤول يجيب يوجب فلاس ما يسمى بالتقاط اللقيط إلى قثي يجمع وثيوي ولي الأمر أثي ولي الأمر ما يبغى في ربي بعد انسان أثي يرفض يقوم به أسيخذ الكفالة ركوي لقال لانت لي ديتاي
ما إلا ورسي زميرة لا غاتي في الدولة غاتي في ولي الأمر براك ورئيس بون صافي. ثانيا ند حكم الحضانة واجبة يوجب في مقرانا باش أضربين والحضنن وذرفذن إمشطاح أما ذرش أما سيرشين. ثالثا صاحب الحق في الحضانة أن ويقس عن الحق في الحضانة سيبوزون يوني فراغ يوث إفرايس بعد لن ورش إمشطاح ويسعى مسقاس وثلث سنين وسبع سنين وثمن ولا يوين رش إمشطاح بون نهضر في الاعراف الاعراف القوه اتفضي يونيفرسيتي من الطوطيس ما تساي اللي سوال كنت ساعه نسقوش السكس اسيني باش تحرق تاساس السكسا وتربي ما تحرق تاساس فريغاس تحوج غاره طبعا وكذا كيد الباطل بيان سور اي الخدمه كاين مثلا ند الحرام للشريعه الاسلاميه اي غار باسكو تادا افقشيش ذا مشطوح وريزميري يدافع في مانيس ثورا نكون غير هما نتوالي راه التجاوزات لي فوطي خدم لي مذانن ديال الواقع ان ولي الشرع شو ديالنا الشرع شو ديالنا يناد ذاك الواجب اثم الطوث يعني الام الحاضنه ذنت تيك سعان الحق باش تساوي قشيشه كي نتا قشيشه كي اكيني فكيد الحق هو ولكن العلماء ديالنا لا وهذا الراي الاصح إنه هو حق مشترك بين الحاضن والمحظون إلا أن حق المحظون أوجب ذا شو المعنى يس ستادير يون ما يفريث مطوث نغي يموثي جاد الدرياس مطوثيس إلى آخره وتسسناري ما ولني سنتساغس كسم الدرياغي مطوثاقي خاطئ اللان العلماء ديننا الحق يفكات الشرع طبعا كل واحد بالأدلينس يفكاتيث يمناتس نغ الحاضنة ما بدي نغلو الترم الحاضنة يجمع كل شيء أما تيمات أما جداس أما خالتيس أما عمتيس أما ولتماس لن تلدي طانت ديني غنبعت لأن العلماء ديننا لا وقي حق مشترك ذي الحق الشركين سين دو بارتي الحاضنة هم تثني ما ركتين فكي دمي ذي الحقيس ذي الحقيس ما ركتين فكي ديلي ذي الحقيس وكذلك المحظوني ذي الحقيس ذي الحقيس باش تربي الناس باش ترفضي الناس ولكن الحق بقشيشني أقوى أوجب من خدمي ثكا ثيمات الأم أكذ قشيشني ساعة الحقيسين ثمتو الساعة تصدر الحقيس أتى وقشيشة تربي أقشيش يساعة الحق غسو ذي انطقارة ولكن دا قيل الشرعي في دينان ولي الأمرار يدافع عن فلاس أريد ديفندين لاكوزينس الحقينس يسعى الحق ولكن الحق بقشيش أوجب أثقل أقوى زرامي غدن على مكان ثم طثاقي مثبغة تج ولي الأمر يلزمها أسيني بالسفلة تجدارة صف ما إلا فكاد للسيني يفرط نغسر لكاباسيتي ذاين ذينا تسقط عنها الحضانة أدفتغن بعد الديطاي ذي نقطاقي إن شاء الله. رابعا ثورا نفك نقطة ثلاثة رابعا أدنيني قبل أدروح رابعا يونوس يوث إفرايس يون ذي الوقت في صلاري أسلام إفرايس يخدم من كوني ثورا إفرايس كان يستخدم القوة يروح يكسس الميس يكسس الميس من بعد ثورح في صلاري أسلام ثنيس يا رسول الله أرجازي ويفرايي يفرايي يرنيك سيمي ثنايا سربخ ثنايا سرفت عبوطي ورفت قربي يعني لقد كان لك له بطني وعاء وكان له صدري سقاء وكان له حجري وقاء إلى آخره يعني تفغد السحل نقول في صدار يسلم كسيك سيمي مين يرباغ مين يرفضاغ مين كذا الناس ذيك الحق سوى ما تعاوض الزواج ذويني فاذن فلاس ستادير مدى مثاو ذا رجواج ذنتساث أريقي من فراويس ذنتساث ثم يفكى الشرع باش تربي الميس نبي عليه الصلاة والسلام شو لكن يفكاس المسؤولية إن يسمى إلا تعوض الجواج ذا الحقيم تعوض الجواج ذا الحقيم ولكن ما ثوضيون برقى زفاذن فمي ماقي
ماشي قريب محرم ذو الفراني فهذا في الميماجي ماشي دولو مريني مريني عمي بار اكزامبل نغ خالي نغ ميس عمينا ما ذويني فهذا فلاسن نغ فلاس في الميماجي هذا مطروح الحضانة ثقين بعد تهضر فلاس سقوط الحضانة من بعد حديث في صاص ميناد وقال حديث يقول مسلم يرواه أبو داود أم زورينك من فرق بين والد ووالدته إنك وين رايف ظن يرتسد ويثيرو أيث مثلا إنك ربي سبحانه يوم القيامة يفرق بينه وبين أحبته يعني ما كنت جرح التسيس ذي الدونيث سيدي رب دير تصار ذي الأخر حديث صحيح رواه الإمامان أحمد والإمام الترمذي ثورة نروح رابعا ترتيب الحواضن ترتيب مستحقي الحضانة سيبوزون يوني موثي جد درياس نغيفرا إسعى الدريار إمشطاحة ثورة ماذي مقرانا سن صلاحا سن ممكن هذا خطير من بعض السن ممكن مع الناس سن كاسي خاطينا قاع ثمي فرا نكري ثورة نذبع بريد وايض ميمام الزيث خطر الحضانة وتسي حواجا ذي مشطاح ذي مشطاح ذا قيث مثلا الأحاديث النبي صلى الله عليه يعني مدام نغد مازال ثلاثة دروس نشم ذي محور آخر أدفتا كان لا كريم أدفتا لا كونكليزيون اللنت بعض الدرجات محل اتفاق بين العلماء اللنت بعض المسائل فيها خلاف حسب اجتهاد العلماء حسب النصوص الثابتة لديهم وحسب كل واحد حسب طرق الاستنباط ينس من خلال النصوص الشرعية أو الأدلة التفصيلية من لماذا ما التفاصيل أدوغ مثلا الحنفية أدوغ المذهب المعتمد الأربعة الحنفية يعني الأحناف إنك أقشي شمس طوح أقشي شمس طوح وقلقات يجمع وقلقات يجمع أمزور تيمت الأم أولى بحضانة أولادها تجيب نصوص الشريعة أم بعد ذي مس نتساث ستدير جداس براش إذ ما تكوني يرقزنا غاض الحال أسنظ أي غار الشريعة ودنارا جداس فافاس خطر ما جداس فافاس أفدير ذي ماك لغاكا الشريعة ثناد جداس براش ذي مسن صفدير تصاد قولتيك ذي مسن تمطوثيك أي غار إذ ما لكش متشارن تسمين بوركوا ولاش بوركوا ذي الموارق إثمان ولاش بوركوا ترى وين يفغان يفهم الشرع يستخدم العقل ذي المعقول سيموجيك ونزمير نخلف الفطرة أو كذي جوجين سقسي كان ثم طوثي كي ناسي أميم اللي هو ذمين ما لا تجدر إما مثل تحظى أكثر مع إما كيني أكتيني مع إما خير سيبور ما الفطرة شيء فطري والشريعة الإسلامية تستجيب لنداء الفطرة جامعة تليس الحاجة فطرة الشريعة ما تلي ضد الفطرة جميع في جميع الأحكام الشرعية الله راك يدينا الشرع أكدر نصيض من بعد يمسن تساف يمسن تمطوثيه أدس والتمسن تمطوثيه يعني خالتيس برويه إذا قد زعف ضكثر إذا غاثينا حرق دلاشين شينو حرق دلاشين شيش عاسي مانيش شسن دمين كيني دمين أثوي غيمان كيني الله ما يغاب الشرع شدكش مادكش مثل تغنى انت هذيك الشمال ايش ما النظام ميقروح الشريعه اوتوماتيك ما ديش من الهواء الورا ربي مدينا ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون سوره الجاثيه الايه 18 الورا بلا ما فيها تفاصيل اكثر الورا الام وبعدين ام الام وبعدين ام الاب وبعدين الاخوات وبعد الخالات ثم بنات الاخت ثم بنات الاخ ثم العمات ثم العصابات هذا اسم الذكور من بعد بالنسبة للمالكية كيف تقريبا عند الأم وبعدين الجدة لأم يعني أم الأم عطاك قلتي من بعد الخالة لقيكم متفقين كذلك الشافعية كذلك الحنابلة تقريبا محل اتفاق مي بظن العمة الخالي لو دس مخالفا إلا ودس مخالفا يليس بولتماك إكزوار يليس نجماك إلا ودس مخالفا كل يوم أمش يعني يستخدم الأدلينس أم يستخدم لعقليس يعني في إطار النصوص الشرعية في إطار ضل كادر متاع الشريعة النصوص يستخدم لعقليس ولكن الأساسيات محل اتفاق بين جميع العلماء طيب ثلاثة مثلا إذا ما لكم دينا غيرت الحاجة مهمة
ما إلا الشني ذي القاضي تضرى ثديان تضرى ثلاث تمثاقي ألور ما تخدم ذي الحضانة إلا قد سواليض أنويق سعى لكاباسيتي أكثر سفريتي ما تكزوارا من بعد أم الأم تكذا كزوارا إما تصفض أم الأم اللي خذ قول تقينيش ينس بس وش ذي القاضي ألور أتسند تعيش البذرار يسدار تهليك تصموضين نتسث الزميرة إيمانيس نتسث حواج ولا ترفضان ولا قال إذا قد تتبعثها غنان أم كل يونيس هذا الظروف ينس على حسب الحاليس ثورا دو غلغم بعد شوية ذا نقطيك بون ثورا نفوك رابعا ثورا نروح مباشرة بالنسبة للرجال الرجال ذا قيث مثان ما ثوال سيرقازن الأب حسب الملكية يعني الأم من بعد الأم مدس الأم الأم الجدة من جهة الأب الجهة الأم من بعد الخالة من بعد دياس الأب من بعد دياس أم الأب سيدي ما خناشان أثنو قشيش داهي أمشي رخذ من الله شيء أمشي من يزوار أمشي من يزوار لي بريوريتي تزوار في يمات تينو ما كني قرى يما أقشيش النية تينو ما يقرى كنا يما إكزوار إيمان تتموث نغ كسناس الحضانة لشرط لسبب من الأسباب الشرعية سلف مثلا بعيد الشر صفغاك ثمورت إلى آخره لانت الأسباب سقوط الحضانة أنت فينما يستوى القشيش أجيدا سيما ما تشيمي دنا أجيدا غدغا تروح يمكشين يا لا حرق الله شان مدنا أجيدا سيما سينيك زوارا أم بعد أخالتي أم بعد أذاذا هاقلك شريت ولا ضروريينش ماشيني ورث فغيضاره نغرث زمير داره اسيني اجد اسبابا ان بعد سيدي بريوريتي ما يلا ولا شكو كذا كذا يغال غل جد اذ يغال غل عم ولكن جدك العميله قدا غير سون لي كونديسيون يقرزن الا قل جدك يسوا ثم غارث اكزمرن اترفض ما يلا اتربي على قشيشاكي ما إلا ذا عميس براش إلا قد وين ذا غيس عن تمطوط ماشي عميس سيليباتير خطر توجور دنو غالما دول في دنفذا أقشيش إني يحواج وري عوزن فلاس يحواج وري في زيزديين يحواج وري في رفذان يحواج مين مالا سيفكا بيبرون أسيفكا بيبرون لقا ثيسا سقر بيس وثاقيمي لي بسيكولوغ هضرنت فلاس انتر بارونتيز تيو أراشي قلت ربي المساكي ثيلي سنتر تواغيث يضرف لسن المحنة أسن تفكلي بيبرون يوسن تمطوثة عشرة ورش أسن تسحموه وكيفكي أبي برنا مسكين يطفى ببرون دا مشطوح يزمرو كشيش يطفى ببرون مي العلماء شو دنان إنك ميم ثايم مات مرسارة يفكي ذك ذمر نيس أستفكى ببرون ماشي تذكر ذي نسفك تسومثا ماشي تسومثا أتجد قربيز باش دي تيماجيني تسامكن ذي ماس غاس ماشي ذي ماس ولكن إلا الدفء وايض الحنان يربيس إلى آخره على كل حال بلا ماكش ماضي التفاصيل ثياب سيبوسا ند العلماء مما إلا ذا عمي سبرا شري رفذ نقشيش أرشني إلا قادر الجواج هذه ساعة مطوثي زمران باش تخدم يكلي زوبليغاسيون فرض فلاس الشرع هذا ثورا نفك رابع